بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي شرح الله صدره ورفع ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، وكان فضل الله عليه وعلى أمته عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لإله إلا ما هذا سكلا إنه سورة قليلي ما أنت الشنات إن هل كان مارتي أن قوقب النوء كلموين كو سابسن رمضان كي أحكام تيس ما أنت وحن قادنا إنا ما يباح للصائم أفك صومن وحا أبنان وحن هرئ سو قادنا فضل الصوم صوم كفضل جيسة شروط الصوم كوليهي وحن سو قادنا خصائص رمضان وحن سو قادنا وحيالها حرام تا رمضان كالأحديثة يا غير كيبة يا وحيالها كراهية دا لبضوع ما أنت وحي كلمة إن ما أنت سنات أي نقول إيسا ما يباح للصائم قفك الصومن وحق بنان أيسون كيسي وحباء النقونين وحيالها قفك الصومن أبا بنان قدر ككوباد وحويان تأخير الجنوبي لاختصال إلى طلوع الفجر قفك جنوب كأه أن طاهر كأهين إنو مارتي قبيس كيس ديبو ليكرو إلى مارتي طلوع الفجر رجال إلى واو كبريو إنو ديبو ليكرو إنو بنان تهي أياو كميدا وحيالها قفك مسلم كاسوم كده حيسو بنان وأرن مركا حويان أدلة ذي ذلك حق السنة ذا عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عائشة وأم سلمة وحي وريين نبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله نبي صلى الله عليه وسلم إنه ما أركتي فجر كهليل شري وهو كبري شري أصدقون طاهر حين طاهر لماذا طاهر لآن تاسو أهل كيسي حاس كيس ولا صح أيا وهو كبري شري وهليل شري وهو كدبنا النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصوم وقبيسا شري ونسوم شري هل كان مركب حنك قرنينا إنه ما أركتي قفك الصومان وبنان تهي إنه ديبو ليكرو قبيس كيسة وستان طاهر كأهين إلا ما أركتي فجر كيرو ديبو ليكرو وقتها أيضاً سون كيسو هبي نبدا نيون هيا سون كيسانا واسوم هيا وبلاب هيا كدبنا وحاويان وفجر كو قبيسان هيا سون كيسانا وصيوضان هيا سون كيسانا وحديبا كومتشيرو وارن وبنان ويان سلوك لو حيليهن دليل كيسو إجماع أمة ويان إجماع أسقى وحسوق جوري ابن عربي وابن قدامة وابن حجر وحيليهن ومدوا حي كل إجماع ذي إن أرنت أيضا أي بنانته هاي وقف كدوسون كسجدال مارت قبيس سجدال لجو إلا مارت فجر كي إن يسمى مارت واحد يبقى وصل هين وصل كيس صحيح إذا قب حاول ينقلب ككوباد قف كإنه مارت وبنانته صومن إنه أصلاً طاهر هين قبيس كديبو لجو إلا فجرك وأنا فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم أي ما أرتي كوريين لبدأ الصحابي أي كوريين يجمع ومد اللي جسوا كوري طلب كل بعض حويان تأخير الحائض الاقتصال لطلوع الفجر جبرنا عاد وشوكتو أن طاهر كهين هدو هبينك هبيني ما وكذا ماضو عادي كذا ما تو ظاهر نقطه وحي ما ركتي وبنان إن قبيس كذا ديبو دكتو إلى فجرك قبيس كذا إن ديبو دكتو صون كذا نيوتو ما ركتي فجرك هنا أي قبيستو صون كذا نأسي وضطو أرنت أيضا أنا وباتفاق مذاهب الفقهية الأربعة وأرن إسكور عسينين مذاهب تفقهية أربعة أفرتها بإسكور عسينين مارت الحنفية والمالكية والشافعية
والحنابلة دمانتو اسكو رعسينيهين انا او بنانتا هاي قبرداس او هبين كي رمضان كاها كتلا ماذي عادي كتلا ماتي طاهر كان نقطي يدون ولي قبيسين واو وبرياي صون كذا انا وضانا يسو قبيس كذا ما عرتي قبيسين يسفجر كي صون كذا او صحيحي او ساقو صعون هاي وارنتا ايضا او قياس قادين باليني قياسا على الجنوبي جنوب هذا الشيء جيني أي قياس أغلقتين أو قياس قاتين بالي قلبك الصدحات قفك الصومن أبهم وحاول أبنا وحاولين على المضمضة والاستنشاق لو القشدة يصندار سيخ ما أن لو يدوحان صومن رئيسي سكاكا قسمين مركان كراهية ذكاها ليني إنا ما أركتي أن لأقلين كراهية هاي لو القشدة يصندار سيخ مبالغة الاستنشاق والمضمضة بصومن إن لوح الإرادو لغلق الشدة يصدر سجى إن لوح الإرادو إن الكراهية هاي أيان صامر حمال تلوين هل كم حاويان قفكو أو بنان تهاي لغلق الشدة يصدر سجى من غير مبالغ أدوس كوح الإيران أدوس كوح الإيرانين وأو بنان تهاي أيضا نسيدو كلا نبي عليه السلام وكلا فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما كحل رو صندار سيادة وبيها هالكا جارسيو في فكرونه إلا إن أدم أرتي تهاي قف صومن مويه إن أرتي قف صومن مويه مركب أيوب بنان تهاي لكن وحال الربع وقت يصوم قفك تحدر نوم وتشيو صندار سي صندار سير تحدر نوم نقول بيس أن مال إير جارسينين لو الغشي سن وبيها سكو فور رنين سيسون أو عررن وسي تحدر لقفك أسرع أقول له لقضو سي تحدر لين أصلا ما يعطوا صندار صو أي لو بهي مركب أدي الأهان تهذا نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية شيخ مسلم ابن تيمية أيه حسوب جورن هي أرنت أيضا أرن إجماع عناية هاي أو ما أرتي بنان تهاي قفك مسلم كصومن إنه لغلقان كرو أو صندار سن كرو ما أرتي أو بنانته سيدوك لو حيليهن أن الفم في حكم الظاهر أفك قفك وحلقو ترن هي ظاهر كبنانك كالأنف والأذن أوكل أو العين أوكل بنانك أنا لغو ترن هي وحسون كبرن هي وهلكا دونتي وخي كدن بيي حلقي markii la gaari wixii ka dambeeyay wey marka intan hore qofka waxa lagu tirinaya banaankii baa lagu tirinaya sa darte soonki ma burneysa ayelay luqluqashada marka qofku way u banaantahay sooman laakiin waxa la rabaa taxaddar inuu sameeyo mar badan waxa arkaysa dad intay luqluqdeen maanta oran tufahay oo aan dhufti tufahay oo afkiisa ka raadinay oo uu la biyaha ay ka dhadhamaan oo tufahay dibka badan looma baahan qofku waxa weeyaan haduu luqluqdo biyo iska tufo وبيه أفكي سكر دمادين عرفت سكلك كرا ما هينو تكلفة بيني علاس بين السعر وما أنتو أفكي سقلتيه أسوأ سلة بيه أمي راعان وبيه كتجان أسوأ سلة لو ما بهمر هذا بيه سكر طفي وأفكي سكر سعري وبيه سكر دمي حاول واحد لو بهي عمل قفكو مرتين إنه أرنت عيدا وكون النقطة اللي بق لبك وين سكرسيه واحد لو بهي واحد بيلاد من نمل قطب كأفراد وقفك صومن أبهم وحكم ده أبنان كم ده اغتسال الصائم وتبرده بالماء قفك صومن انو اسكا قبيسن كرو اسكا بوچين كرو ايدنا واحو بنان قفك صومن وي صوم كو دحديسا انو قفك قبيسن كرو مالنت رمضان مالنتي ومالنت وحان كهدلينا طبعا انو مالنتي قبيسن كرو اسكا بوچين كرو مدح دقن كرو حدو ما ارت ارنت ايدا ها هاتو كولل درن ها هاد اون درن هيا سأي النقطبة إن أو بنانتها أيضاً أيها هلك أيضاً محويان أيضاً وحياله قف أو بنان أي كمتها محيي لي لا بأس أن يغتسل الصائم أو يصب الماء على رأسه من حر أو عطش يوحي لمده وهذا باتفاق مذاهب الفقهية الأربعة أرني إسكور عسينه ويو وصنوح خلافة كتاقنين ويان قفك ما أركتي إنو قبيسين كرو إسقبوتين كرو ماذا حبيوكو شبان كرو ما أركت رمضان كده حيسا سونك سنة وحبي يلين سيدو كلا عايشي ومسلمة حديث كانت سومريني يو وحيليه مارتي نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل وحان أركتر النبي صلى الله عليه وسلم أو مارتي وبريساء سواء طاهر هين طاهر لهان تاسو أهين احتلام يو مارتي وحكو ماذا هين وحو إيه الكيسير هيركس الله سيحليه كذا النبي وقبيسين شري واحد يبان ما ينهانجر. سيدوك بعض الصحابة أيه وحشيجة هيان
إنه ما أركتي أيقونا أي أركان النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أركتي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيله وحان أرني النبي عليه الصلاة والسلام ويصب الماء على رأسه وهو صائم نبي صومن ومدحي سبيه كشبهية أيان أرني من العطش أو من الحر أون درتي أما كلين درتي مركب قضب كاسجة أفراد وقضب قفك أبنا صومن إنه ما أركتي مدحي سبيه كشبه كرو إنه قبيسن كرو إنه هدور بس نظيفين كرو إنه هدو أمية إسكو قبوتشين كرو إسكو درتين كرو أنتم بيني بنانت هاي أيام أرتي ألك كجرنينا. طلب كشنات قف كمسلم كأبهم وحويان ذوق الطعام عند الحاج. عمتاد إنه دميان أب بنانت هاي مرك الله بهين. حاجي يضرر مرك يشوف. ما اللي ذو حنقص أدر كراهية ذا قف كإنه سن عمتاد دميان تذا كراهية هاي من غير حاج. ذن هذا أنا هين مرك الله بهين. هدي لكن الله بهين هاي وقف الظروف أي كان يسوء. ما أردت عمتاد إنو دميو ما أردت عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء طعام عمتاد إنه بسلاتي إن كان يحور بأنه أقاده عصبة هذه ما أردت تستبرا إنه كسم كقاده ما أردت وأبنان تهي قفك أساقا إنو ما أردت عمتاد عيادة دميو وأبنان تهي لكن وحاويان ولقرب قفك أساقا ما أردت إنو اسكتف إنو اسكتف كان اللغلغضو أفكي سنة كدميو أيالو بهين marka waxa yeelay intan hore wax dhib ay leedahay malaha waxa la diidan yahay waa gudaha weyn ayadana saas oo kale arinta ayada waa madhabu maartay jumhur maartay hanafiyada iyo shaafiicada iyo hanabila waxan maalkiyada kama hayn iyo jumhur culimaa iyo maartay saddex madhab kaleba way baneeyeen arinta ayada wax dhiban oo may arkaan wax dhib ay leedahay malaha qofka duu dan iyo daruura ay ku qasbayso wax kale cuntada u dhadhamiyana ma hayo cuntadina waa u baahan yahay inuu ogaado marka si taxadar leh u ilaalinayo ayuu dhaminaa ilaa cuntada carabka lagu dhamiya carabku ku dhaminayaa kadib uu iska tufahayaa si taxadar leh uu iska ilaalinayaa sayse dhuntiisii gudhiisa u gaarin sidoo kale mina sunna abdullah ibn abbas baa wuxuu leeyahay dhib ma laha cuntada in la dhamiyo maartay hadii maartay ay tahay in maartay haajidan ay jirto وحكوا إليهن ودلوا إليهن لعدم القفك أنوسا أفرن صورة ومعنى صورة أهان قف وأفر ليه كرماه معنى أهان قف وأفر ليه كرماه مدنا محاويان أفر ما أفرن قفك أمرك محاوي سون كيسو حمي يليس صدح حيليهن لأنه لم يدخل إلى حلقه شيء فأشبه المضمضة واحد أنت سجارة ملها مركب وحي لمتها لغلغ شذي بين لمتها مركب حاويان واحد نبي مارتي وكاني سون كيس ملها وقضب كشانات قفك عمتان لمن كرو هذي دن إيا حاجية ضرورة أي كانتو قضب كالليحات وإي ما أركتي أبنان قفك صومن وحكم إذا القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه إنو قفك حاس كيسة ولم كان كرو ولم مباشرون كرو دون الفجر فرج يعني وإذا تعتابان كرو ما أركت هدوية قف نفتي سملكين كرا وإسئل عالين كرا هدوية qof naftiisa ilaalin kara oo maartay ka adag haduu yahay inay u banaan tahay ayaa iyadana maartay qofka muslimka u banaan maartay maalinta ramadaanka uu sameyn kara iyadana ka hayd aan ku soo darnay oo ni qofku inuu maartay ninku inuu gabadha xasta dhunkado waa karaahiya haday tahay liman tuharku shahwatu haday tahay qof ay shahwadu maartay arinta ay dib u keensanayso oo soonkiisi dib u keensanayso oo la yahay dhaw kafaaro culus iyo dib weyn oo imaato hadu arimaha uu san ka baqaynin qofku waxa weeyaan dib male inuu maartay oo dhunkado haaskiisa ama uu maartay mubaasharada la sameeyo maartay wax dhib ay leeyahay male duunal farji waxan ka ahayn maartay dib malaha ayadana sidoo kale waa waxa weeyaan raayi jumhur maartay fuqaha weeyaan ayadana oo maartay ay qabaan weeyo hanafiye shaafiiciye hanabili way qabaan weeyaan دليل أهان حديث كيبا بشراء عائشة ورنيسي النبي صلى الله عليه وسلم أي لهيد يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم إربة النبي صلى الله عليه وسلم ودنكن شري وأسوى صوما حاسك لهم باشرون شري ومارت جركو تابن شري مارت ودنكن شري أسوى صوما لكن وحوها مد آد ملكية مارت نفتيسة آد ملكية أيوها يؤها
marka hada qofku asaa isog hadu awoodo oo isog yahay inuu san wax dhiba maartay ku iimaaneynin soonkiisa hawsha si soconaynin soonkiisa in dib u keensanayn wax dhiba leedahay maalay qofka asaga arinta ayada inuu sameeyo laakiin hadu og yahay inuu dhiba og iimaanayo waxa waa karaahiye inuu dhawaado waxana wanaagsan inuu ka fogaado maartay ayadii maalintii ramadaanka ilaa habeenkii dhanba la wada joogay maalintii inuu ka fogaado ayaa maaragtay yaa la rabaa suu soonkiisa uu ilaaliyo gabadhana soonkeeda uu ilaaliyo kiisana uu ilaaliyo dhib u imaanin inuu ka fogaado ayaa loo baahan yahay qodobka toddobaad oo qofka muslimka u banaan waxaa weeyaan atatayubu washumu rawaaixi rawaaix waxaa kaloo qofka u banaan soonka ramadaanka inuu maaragtay barfuun iyo catar iyo marsan karo ursan karo ayadana soonkiisa wax dhibay u samaynaysa ma laha maalinleedu waan soo marray maaragtay qofku inuu sameeyo ursi waxyaalaha u malaynhayo inay naftiisu hawe neefsu jiidanayso oy gudbaha u gudbinay sida waxyaalaha budada iyo waxyaalaha saasoo kale inuu iska ilaaliyo inay maaragtay loo baahan yahay oy karaahiye tahay inuu maaragtay arrimaha ursado oo maaragtay u fiifin sankiisa ay ku cararaan maalinleedu waxaan waa karaahiye laakiin waxyaalaha catirkii iyo barfuunadii waxyaalaha riixda wanaagsan leh carafta leh qofku inuu isku buufiyo ama ursado ama waxeeyo wax dhibay soonkiisa u keenayso male waxyaalaha u bannaan bay ka mid tahay inta ruu barfuun marsan karaa inta ruu catir marsan karaa uu ursan karaa wax dhibay keenaysana malaha waxayna leeyihiin way bannaan tahay ayadana biitifaaqi almadaahib alfiqhiya alarbaca kulligood way bannaan yahaan qodob koowaad talabaad waxay leeyihiin lianna saa'ima waxa weeyaan maxaa qofkan sooman waxa weeyaan dhiibkaas iyo waxa uu samaynhayo wax maaragtay soonkiisa ay yeelaysa malaha fadalla calaa jawaasihi waxay tusaa banaanidisay tusaysaa qodobka saddexaad waxay leeyihiin maaragtay wax jurmi ah ama jismi ah oo uu leeyahay mujaradu raa'ixa weeyaan urka asaga barfuunka hawo weeye marka la sii daayo hawada ayadaa wax jurmi iyo wax jismi iyo wax muuqda oo meel gelahaya oo meel gaadhahaya ma laha oo calooshii iyo ama gudihii u gudbahaya ma jirto ma laha saas darteed uu iska bannaan yahay wax dhiba uu leeyahay ma laha qodobka sideedaad oo qofka sooman u bannaan waxaa weeyaan xukmul istinshaaqi albukhuur waxyaalaha bukhuurada ee qiiqaqa guryaha lagu carfiyo sida cuudadka iyo bukhuurada caadiga iyo waxyaalaha aan guryaha ku shidanno ayadana qofka asaga hadduu maaragtay fiif yidhaahdo inay soonka wax u dhimayn laakiin waa masale waxoogu khilaaf ku jiro oo isku khilaafeen ikhtalafa ahlucilmi fii xukmi waxa weeyaan istinshaaqi albukhuuri lisaa'imi hal yafturu am laa calaa qowlayn laba qowl bay iskugu khilaafeen qowlka koowaad oo le maaragtay istinshaaqu albukhuuri yufsidu soom waxyaalaha qiiqaqaa guriga aan ku carfisanayn ku shidanno qofka sankiisa inuu fiif ku yidhaahdo waxyaalaha waxay ka mid tahay soonkiisa fasahadinaysay leeyihiin arrinta ayadana waxaa qaba maaragtay xanafiyada iyo maalikiyada maaragtay wakhtaarahu ibnu cuthaymiinna saasuu doorto isagana uu leeyay maaragtay waxyaalaha soonka qofka wax u dhimaysay ka mid tahay leanna maxay leeyihiin qiiqu jurmi buu leeyahy qiiqu markuu baxo waad arkaysaa wax baad arkaysaa socdo oo qiiqood arkaysa oo bidhaanad arkaysa uu leeyahy saa darteed wuu tegi karaa oo meel buu gaadhahayaa oo wax muuqdo oo la arkahayo weeyaan wax muuqdo oo la arkahayo weeyaan saa darteed waxay leeyihiin kalmaai sidii biyoho fayakuunu mufdiran kalmaai sidii biyoho kale ayuu wax afurinhayaa qowlka labaad wuxuu leeyahy istinshaaqu albukhuuri laa yufsid soomka ma fasahaadinahay wahu madhabu shaaficiya waqowl ibnu xasm wakhtaaru ibnu timiya waxa weeyaan waxay leeyihin soonka waxama yeelahayo markaad fiiriso arrimaha caqliga ay deliishadeenna waxaad moodaa ra'yigood inuu aada u xoog badan yahay maxaa yeelay waxay leeyihiin marka koowaad liannahu lam yurid daliilun calaa kownihi muftiran waxay leeyihin deliishadeen waxaa ka mid a qolada dambe ee leh soonka waxama yeelahayo qolada hore waxay deliishadeen jismi iyo jurmi buu leeyahay bidhaansaa la arkayaa oo wax muuqda marka sidii biyihioo kale ayuu afurinhayaa saasay deliishadeen qolyahan dambe waxay leeyihin kow horta wax daliil oo ku soo arooray inay soonka burinaysa ma hayno waa marka koowaad marka labaad waxay leeyihiin hadduu maaragtay uu ahaan lahaa shay wax burinhaya layubayinu nabiga caddayn lahaa calayhi salaatu wasalaam kamaa bayana iftaara bikayrihi waxyaalaha kale lagu afuraya nebigu suu caddeeyey nebiga ayaa caddayn lahaa hadduu ahaan lahaa wax lagu afurahayo nebiga caddayn lahaa maadaamuu nabigu caddaynin culima annahu laa yuftir waxaa la ogaaday inuu soonka waxba burinayn baa la ogaaday
قلب كسدحاي دلشنا وحيتها هاي إن ليهين ليس بأكل ولا شرب وحل عبي وحل عنا مدنا معها ولا مما يتغذى به البدن وحشرك كحو جيسن هاي والنفقي يأود يال هينا معها ولذلك وحيلين وح إله أبو ري وصونك أيلي سملها أرمها دليل إذا صدح هاي دلشنا ككبادة إن دليل لهينين إنه وح وح فرن هاي طلب هذا أدو أفرها يا نبي وعدين لها سوى حيالها كلا وحفريا وعدي وحيت استأرنت عيضة إنسان وحبرنين قولك صدق هذا وحلا عني وحلا عبنا معها وحشركو كحو جيسنا يأود يلها ينا معها ولذلك وحيلي محسن كو يلها ملا رأي وداسد مدين وحق بدين قولك استقالات وحكم إذا وحيالها قفكو بنان استعمال السواك قفكو إنه عذين كرو ما أنت رمضانك إنه عذين كرو أيه بنان قفك مارتي صومان محيالي في أي وقت سواء كان قبل الزوال أو بعده أما هالنقطة زوال كهر يعني لح ساعة وح كهر هي زوال كهالنقطة مركب قرط لح كوي استأكتو أما كدي بيقلن كده ما هالنقطة لبق جوربة إني سن مارتي عذي يقول سو حيالين قفك أسيا صومك سو حيالين وحيالها بنان ويه سجن وحويان ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية وحكي عن الشافعي وحويان حنفية ذوي ساسي بنيان مالكية ذوي بنيان وحلق الشيعي إمام الشافعي وحلق الشيعي وهو قول بعض الشافعية شافعية بركات بكتة جهرنت عيدا يعني وأجن هاي كتاب مارت كتاب كتب الشافعية إن إليه شيرين زوال وحكة دمبيا أدي لجارو مارت لما عضين كرو مركا إمام الشافعي نفسه على قش شيء جاي يا على قش شيء بعض الشافعية على قش شيء جاي رواية عن إمام أحمد على قش شيء جاي مركا وحاكروا لجوريي قول إمام أحمد كم ذا إنه مارت عادي ومارت أصلا لعذين كرو أصلا نبلهين قبل الزوال وبعد الزوال أصلا نبلهين مركا سيدوك لو اختاره إمام النووي ودورتي ودكتهين إنه يهي نين مارتي مذهب الشافعي قال لفظ رواه إنه مارتي يا دورتي إنه قف كنوع عذيدا قبل الزوال وبعد الزوال يعني قبل هين من التيمية كمذا دكتورتي من قيم بكمذا شوكاني بكمذا علماء عصر جينا بكمذا ابن باس الباني ابن عثيمين وهو قول طائفة من السلف وأكثر العلماء وحيد دورتين عذيد وقف كنوع سن قبل هين إنه عذيدا قبل الزوال وبعد الزوال ماركو حاويان أرنت أيضا قف كمسلم كأوبن أنتهي وحاوي ورأي جمهور العلماء يا مارتي حاجة أوبن أنت علمه ويان وحنفيان إلى مالكيان إلى قول شافعي لقى شجعان إلى بعض الشافعيان شجني وحن ويان مارتي إمام رواية إمام أحمد بن شجني إمام نووي بعد دورتي ابن تيمية بعد دورتي ابن قيم بعد دورتي شوكاني بعد دورتي علماء العصر ينن له بعد دورتي ابن باس الباني ابن عثيمين وهو قول طائفة من السلف وأكثر العلماء وحكروا مارتي ذل أقدر جهيان أن عموم الأحاديث الواردة في استحباب السواك أحاديثة عموم كذا قصة أرورتي عذيجا وناج أوله هي وقت كست إلا عذيدو عند كل الصلاة إلا عذيدو مركز السواق عن إلا عذيدو عذيج مركز طبق إنه مركز نبي قاله صلاة إنه عذين شري عذيجا حديث قصة أرورتي جود عموم كاس حلقة فائدة هي صوم كده أحد سنة إنه بناء هي وعذيج شيء مستحب ولو بهي روية فمارتي لقيه ليا حديثة عموم كذا حويا لم يفرق بين الصائم وغيره wax kala saar hayo le qofka sooman maya qofka kale kale loo galiyay ma jirto waxa weeyaan waa arinta ayadana waxa weeyaan waa arin iska banaan qodobka saddexaad ee dilishana waxa kamida annahu tadhhiru lil fam afka ayu tahirna haya nadiifin haya qurxin haya waxa ma yeelahay fala yakru lil saimi kalmad madati soonki waxa ma yeelahay karahayna ma aha waa lagu qashadi wax la mid ah kale weeyaan